السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أداة قوية اسمها ماجيك سلايد. ماجيك سلايد تحول لك أي تكست أو فيديو من على اليوتيوب مثلا، أو بي دي إف يحوله لك لبرزنتيشن سواء على جوجل سلايد أو مايكروسوفت باوربوينت. كل اللي عليك هتيجي هنا وتبدأ تدله اليوتيوب، تديله اللينك بتاع اليوتيوب أو ترفع له ملف وهو يبدأ إن هو يشتغل عليه. زائد ان هو في ادنس يعني اداه ممكن ان انا اضيفها جوه الباوربوينت او جوه الجوجل سلايد، فيبدا ان هو اقول له اعمل لي برزنتيشن، فيقول لي طب اديني الكلام اللي انت عايزه او اديني الملف البي دي اف او اديني اليوتيوب. يعني ممكن خلال الباوربوينت او جوجل سلايد، مش لازم اخش على الموقع، اقدر اسطبه عندي على الجهاز. انا فعلا بسطبه عندي، هبوريه لكم. كل اللي عليا هاجي هنا اقول له سلايد دوت نيو واضغط انتر، وهو بيروح مدخلني على السلايد بتاع البرزنتيشن بتاع جوجل. هاجي هنا في الاكستنشن واقول له دي هنا الادنس، ممكن اقول له ان انا عايز اضيف ادنس جديده، او اجي هنا اقول له ماجيك سلايد واقول له ان انا عايز اعمل جنريت بي بي تي، تمام؟ هو ينشئ لي بقى البرزنتيشن او حط سلايد جديده بالذكاء الاصطناعي، اعمل لي تشارت، حول لي اليوتيوب او الفيديو اللي انا هديهولك للبرزنتيشن، او هديك ملف بي دي اف او دوكيومنتس وانت اعمل لي البي دي اف بتاعه، او هديك موقع خد الموقع كله المعلومات اللي فيه افهمها واعمل لي منه البرزنتيشن، تمام؟ وممكن تسال البي بي تي البرزنتيشن نفسه، لو عندك اي اسئله عنها تقدر ان انت تساله السؤال دوت. طيب خليني اجي هنا واقول له هرفع لك ملف، بس قبل ما ارفع له الملف هقول لك على السعر. مجاني بيديك 3 برزنتيشن في الشهر، ويعمل كونفرت من 3 ل 4 دقايق من اليوتيوب، ويحول لك صفحه واحده من بي دي اف في البرزنتيشن وهكذا. طيب خلينا نيجي كده نشوف، اقول له ابلود فايل. انا جربته كتير الصراحه من الاداه ديت وكان شغال كويس جدا يعني. فبكل بساطه تعمل ابلود للملف اللي عندك، ويبدا ان هو يمسك اهم الفقرات، ويبدا ان هو يعمل كل واحده فيها في شريحه بحيث ان يبقى عندك برزنتيشن قوي. فتختار الملف وتقول له اوبن، يبدا هو يرفع الملف ويبدا ان هو يقراه ويجهز منه البرزنتيشن. فبلاقيه على طول بدأ يحول الملف اللي انا اديته له لملف برزنتيشن بالشكل دوت. طبعا في صور كتيرة محتاجة تغير، هو بيحط صور كده، بيعمل سيرش عن صور تكون ليها كلمات مشتركة، تمام؟ يعني ده محل بيم، مش شغل البيم. لكن في الاخر ممكن اجي هنا واقول له ان انا عايز اعمل داونلود كبي دي اف. بي دي اف مجاني، البرزنتيشن هو اللي بفلوس، تمام؟ فدول الاتنين. وهنا طبعا بيبقى سهل جدا ان انت تيجي هنا في الاكستنشن وتقول له انا عايز اعمل ملف من خلال الذكاء الصناعي، تمام؟ مجرد بس تديله العنوان اللي انت عايزه يبدأ يعمل لك البرزنتيشن. وهو بيدعم لغات كتيرة من ضمنها اللغة العربية، فممكن تقول له مثلا انا عايز برزنتيشن عن مثلا اهم الاختراعات، ممكن تديله لينك معين او ويكيبيديا او كلاودي او اي حاجه خالص زي ما انت عايز. عايز كام شريحه، ريبليس لو في شريحة موجوده اعمل ريبليس. الصور هي اللي بفلوس، ممكن تقول له انا عايز باللغه العربي جنريت، يبدا يعمله لك.